بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة، خطيئة عظيمة. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. صلي. أيها الإله القدير، إننا نمجد قلب ابنك الحبيب ذاكرين آيات حبه لنا العظيم، فاجعلنا نستقي من هذا القلب منبع الهبات السماوية سيلا غامرا من النعمة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس
إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر تثنية الاشتراع. في تلك الأيام كلم موسى الشعب قائلا: إنك شعب مقدس للرب إلهك، وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض، لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب، لزمكم الرب بحبكم واصطفاكم، فإنما أنتم أقل من جميع الشعوب، لكن لمحبة الرب لكم ومحافظته على اليمين التي أقسم بها لآبائكم أخرجكم الرب بيد قديرة وفداكم من دار العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين، يحفظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه إلى ألف جيل، والمكافئ مبغضيه في نفوسهم ليهلكهم، ولا يتأخر عن مجازاة مبغضه في نفسه. فاحفظ الوصايا والرسوم والأحكام التي أمرك اليوم أن تعمل بها. كلام الرب. المزمور الردة: رحمة الرب لخالقيه تدوم للأبد. مجدي يا نفسي المولى، ويا أعماق وجداني مجدي اسمه القدوس. مجدي يا نفسي المولى، ولا تنسي كل ما أتاك من إنعام. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفيك من جميع أسقامك، ينقذ حياتك من هاوية الفساد ويتوجك بالمراحم والوداد. كان الرب للعدل مقيما ومنصفا لكل من بات مظلوما، وإنه لموسى يبين سبله ويعلن لبني إسرائيل فعاله. الرب حنان رحيم ودود محب حليم، لم يعاملنا بحسب خطايانا ولم يجازنا بقدر آثامنا. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى. أيها الأحباء، فليحب بعضنا بعضا، لأن المحبة من الله، وكل محب ودود لله وعارف بالله. من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ظهرت محبة الله بيننا بأن أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن لم نحب الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إذا كان الله قد أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. إن الله ما نظر إليه أحد قط، فإذا أحب بعضنا بعضا أقام الله فينا، وكانت محبته مكتملة فينا. ونعرف أننا نثبت فيه وأنه يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن عاينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم.
من اعترف بأن يسوع هو ابن الله أقام الله فيه وأقام هو في الله. ونحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. كلام الرب. القديس متى الإنجيل في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها لي صيغة. نعم يا أبتي، هذا ما حسنا لا دايك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون وأنا أريحكم، احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خافي. كلام
صاحب السيادة سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في عمان الجزيل الاحترام. سيدي أهلا وسهلا فيك سيدنا، أول زيارة رسمية كنائب بطريركي في الأردن. بعرف جيت قبلها معزيا مساندا ولكنك اليوم تأتي فرحا. أبتي العزيز أبونا صقر، الآباء الكهنة، الأخوات الراهبات، إخوتي الأحباء في المسيح. سيدنا ستحكيها، دائما بتساهم في الكنائس، بتساعد. إلى متى سنبقى بالساحات؟ هذا أول طلب، لما دائما بيجي ضيف جديد في دائما طلبات. ولما سيدنا بهز براسه معناته نعم بيسويها، سواها عندي ببيت جالة. إخوتي الأحباء، يكمن سر الكهنوت في صميم إرادة الله الخلاصية، في سر التجسد والفداء. فالمسيح الذي اتخذ بجسده جسداً بتجسده جسداً بشرياً وهو الكاهن الأزلي، قدم هذا الجسد ذبيحة على الصليب، فكان هو الكاهن والذبيحة والمذبح. فمن خلال سر الكهنوت أراد الله أن يستمر عمل الفداء حتى هذا اليوم وللأيام القادمة. لذا قال: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فلو لم يكن للكهنوت من مكان في سر الخلاص لما جعل منه سرا أبديا يعمل من أجل خلاص جميع الناس. ولهذا قال لرسله ليلة العشاء الأخير: اصنعوا هذا لذكري. أي أن الكاهن بنعمة سر الكهنوت المقدس يصنع سر التجسد والفداء الروحي في كل مرة يقيم فيها الذبيحة المقدسة ويمنح الأسرار لأجل خلاص الإنسان. أخ الحبيب وأبتي صقر، يعتقد البعض اليوم بأنك أصبحت في أبهى حلة لك في حياتك. نعم يا أبتي صقر، لست في أبهى حلة لك اليوم، وإنهم على حق، لأنك اليوم لقد لبست نعمة المسيح، صرت كاهناً. ولكن اسمح لي بأن أقول لك من اليوم فصاعداً عليك أن تعيش كاهناً، كما قال القديس بولس: لست أنا الذي يحيا بعد اليوم، بل المسيح الذي يحيا فيا. يقولون عنك أيضاً كاهناً جديداً، وأنت لست بجديد بل مولود جديد، أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. الكاهن هو كالخمرة، مش الويسكي، النبيد، كلما مر عليها الزمن كلما أصبح لها طعم ورائحة جيدة. فبكهنوتك وحياتك الكهنوتية عليك أن تكون كالخمرة التي يطيب ويفيح طيب رائحتها. الكهنوت هو دعوة وسلطة وخدمة. يقول السيد المسيح: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم ودعوتكم لتنطلقوا. والكاهن هو من يلبي هذه الدعوة. فعندما اختارك الرب انطلقت إلى أورشليم ومكثت فيها حتى لبست قوة من العلا، بحسب ما قال المعلم لتلاميذه: أمكث في أورشليم حتى تلبس قوة من العلا. وها أنت اليوم قد لبستها، إذ أصبحت موسوما بالمسيح الكاهن، أصبحت كاهنا على رتبة ملك صادق. وها أنت على مثال أشعيا النبي
تجيب على دعوة الرب وتقول ها أنا ذا فارسل لي. ولكي يرسلك الرب لا بد من أن يخلق فيك كهنوتا ومنك كاهنا، فهذا ما صنعه في الرسل من قبلك. روح الرب نازل علي لأنه مسحني وأرسلني ليبشر المساكين. فهذه النعمة التي لبستها لا تستحقها كما لا أستحقها أنا من قبلك بفضل طبيعتنا البشرية، بل إن الذي دعانا إلى هذه النعمة هو الذي اختارنا، كما يقول فما من أحد يتولى بنفسه هذا المقام، بل من دعاه الله واختاره لينطلق. بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. لا تخف أبتي لأنه دعاك، فأنت تحمل واسم الفداء في العماد المقدس، وبالتثبيت نلت قوة من العلا، وبالمسحة الكهنوتية أصبحت أداة لقوة الروح القدس لتقدس وتغفر وتشفي وتعلم. لا تخف يقول الرب لأني معك. لا تخف من الاعتراف أمام الله بضعفك البشري، ولا تخف من هذا الضعف، لأن الذي افتداك ودعاك هو الذي يقويك، تكفيك نعمتي، ففي الضعف تظهر كمال قدرتي. فبفضل هذه النعمة استطعت أن تتغلب على طبيعتك البشرية الضعيفة لتقول أمامه اليوم ها أنا ذا فارسلني. الكهنوت سلطة بقوة الروح القدس، فالمسيح أعطى رسله سلطان الروح، الروح القدس، ونفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم واصنعوا هذا لذكري، من غفرتم له خطاياه تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. والكاهن بسلطانه لا يمتلك فقط سلطان الامتياز، السلطة التي تمنح الأسرار المقدسة، بل أنت تحمل في سلطة الكهنوت واجب الدفاع والبنيان عن لكنيسة المسيح. وهو أعطى البعض أن يكون رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمله الخدمة لبنيان جسد المسيح. الكهنوت خدمة مقدسة. الكهنوت ليس فقط علاقة شخصية أو روحية تربطك بالمسيح بصورة شخصية في صومعة أو كنيسة، إن محبة الله الفائقة للإنسان جعلت منه إنسانا محبا خادما ومتواضعا، فقد أحب الله العالم حتى أنه جاد بنفسه ليحيى العالم. وهذا ما نحتفل به اليوم، عيد قلب يسوع الأقدس، عيد حب الله لنا. جاء المسيح ليخدم لا ليخدم، فأصبح لا منظر له ولا بهاء، رجل أوجاع مزدر بالعاهات، لذلك رفعه الله. وعلى الكاهن أن يعي كل الوعي معنى أن يكون كاهنا للمسيح، كما قال الرب لحنانية عن بولس الرسول لحظة اهتدائه اذهب فإنه لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. الكاهن هو ذلك الإناء الممتلئ من الرب ليحمله ويقدمه للآخرين من خلال الأسرار المقدسة والكلمة. ولهذا يقول القديس المسيح في إنجيل القديس متى من كنزك الطيب تخرج كل ما هو طيب. أبتي، لقد استطاع القديس بولس أن يقول في نهاية حياته بنعمة الله أنا ما أنا عليه، ونعمته لم تكن في عقيمة ولا باطلة، فكن بنعمة الرب ما أنت عليه، أنت كاهن على رتبة ملك صادق.
أنت صورة المسيح، فكهنوتك صورة المسيح الذي تجرد من ذاته متخذاً صورة العبد. ولذلك علينا أن نقول دائماً: فما نحن إلا عملة بطلون نعمل ما نؤمر به. عليك أن تحمل الصليب بصمت كمعلمك. أنت في كهنوتك صورة المسيح المتواضع الذي انحنى ليغسل أقدام التلاميذ. أنت صورة الراعي الصالح الفرح الذي حمل الخروف الضال على منكبيه ورجع به فرحا. أنت في كهنوتك صورة للمسيح الذي سمع نداء أعمى أريحا في الوقت الذي حاول الجميع أن يسكتوه. أنت في كهنوتك صورة للمسيح الذي جاء للجميع والذي قال: ولي خراف ليست من هذه الحظيرة ولا بد لي من أن أقودها. فعليك أن تعي بأنك كاهن للجميع وفي كل مكان، فكن مستعدا لتتبع المسيح حيث لا حجر يسند على رأسه عليه ولا وكر ولا عش ينام فيه. أبتي العزيز، في حياتك الكهنوتية ستعيش لحظات ضعف وهم وصعوبات، وهي كثيرة ويومية. تذكر كلمات الرب الذي يقول لك على لسان صاحب المزامير: إني أعلمك وأرشدك في طريقك وأكون ناصحا لك وعيني ترعاك. وأكبر نعمة تحظاها في عيني الرب أن تكون كاهنا متواضعا، عندها فقط سيرفعك الرب. رفع المتواضعين وحط المقتدرين. أن تعرف أن تركع أمامه، تعرف أن تسمع للرب في ضميرك وقلبك. فمسرة الرب ليست بالمحرقات والذبائح، إنما بالاستماع لصوته. فالاستماع والإصغاء أفضل من الذبيحة. فليكن الرب ملجأك ومرشدك. إخوتي الأحباء، أبتي العزيز صقر، ستجد في حياتك من سيحكم عليك وينتقدك ويحاربك، معتقداً بأنه يقدم ذبيحة لله وخدمة، أو أنه يعين المسيح على دينونتك. فلأولئك الدينون يقول السيد المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا. وقبل أن تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك، انظر إلى الخشبة التي في عينك. الكثير اليوم بينتقدوا الكاهن وبيدوروا على أي لحظة ضعف لحتى يبلشوا يشهروا في الكهنوت والكاهن. أذكرهم بأنه عندما طلب الرسل من المسيح أن يخلع الزؤان من الحقل، رفض المسيح ذلك خوفا من أن يخلع الصالح مع الطالح. أو أنه عندما أحضروا أمامه المرأة الزانية ليحكم عليها، لم يحكم عليها وهو الديان العادل، بل قال: من منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر. لهؤلاء الأشخاص، وهؤلاء يصفهم القديس بولس بقوله: ليس لهم شغل سوى أنهم بكل شيء متشاغلون، نصبوا أنفسهم حراس الهيكل، وإن جاءوا إلى الكنيسة فإنهم يأتون فقط ليقيموا الكاهن، يقيموا وعظته ووقفته. إنهم يستمتعون باكتشاف أخطاء الكاهن ليرجموه. ولهم أقول: اتقوا الله الذي يقول في سفر يشوع بن سيراخ: اخشى الرب بكل نفسك واحترم كهنته ولا تمسوا مسحاء الله. فإن أخطأ أخوك فاذهب إليه ووبخه، ولم يسمع لك فخذ معك اثنين وثلاثة، ولم يسمع لك فخذه إلى الكنيسة، وإن لم يسمع فليكن عندك كالوثني. ولكن المسيح لم يقل أن تشهر به على الفيسبوك،
وكأنك ملاك بلا خطيئة. أبتي لا تنسى أمك العذراء مريم، تمسك بإكرامها وسبحتها الوردية لتبقى تشفع فيك وتحميك في وقت ضيقك، فهي أم الكنيس المسيح الكاهن، أم المسيح المتعلم، وأم المسيح القائم. وأخيرا أقول لك مع إخوتك الكهنة الجدد الأب سالم لولس والأب جوزيف السويس، ليسدد الرب خطاكم بنعمته ومجده وليبارك كهنوتكم. أمين. نؤمن بإله واحد. Thank you.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. انظر يا رب إلى ما يكنه لنا قلب ابنك من حب يجل عن الوصف، فتكون تقدمتنا مرضية عندك وتصبح كفارة لخطايانا بالمسيح ربنا. الرب معكم وروحك أيضا، لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا ذلك أمره. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بدافع من حبه لنا العجيب رضي بأن يرفع على الصليب وبأن يقرب نفسه عنا جميعا، وقد أفاض دما وماء من جنبه الطعين كي تنبع منه جميع أسرار الكنيسة المقدسة، حتى إذا ما جذب البشر بأجمعهم إلى قلب الفاد الرحيم نهلوا دوما من ينابيع الخلاص مبتهجين. لذلك ها إننا مع جميع الملائكة والقديسين لك يا رب نسبح على الدوام قائلين: إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبدل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي
الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما كان هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وانعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع قديسة مريم البتول والدة الإله، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. اذكر يا رب أبنائك الذين دعوتهم من هذا العالم إليك، ونخص بالذكر الأب فؤاد حجازين، الأب إبراهيم حجازين، الأب فيصل حجازين، الأب يعقوب حجازين، إبراهيم، فضية، عبد الله، مرثا، مخلد، لي، داود، عقاب، مريم، يزيد، نزار، وحكم، والأب جورج عكشي، وجميع الأموات من عائلة حجازين وعكشي. وهب لمن كان شبيهم بابنك في موته أن يكون به شبيها في قيامته أيضا. بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: Thank you.
نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة لنتبادل سلام المسيح. وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. Thank you.
سيادة المطران ويليام الشومالي النائب البطريركي في الأردن جزيل الاحترام، قدس الأب فيتو كاهن الرعية المحترم، الكهنة الأجلاء، الراهبات الفاضلات، الحضور الأكرم مع حفظ الألقاب، وتبقى المحبة اللغة التي لا يمكن حصرها في حروف وكلمات لأعبر عنها، فقد عجزت كلماتي وحروفي التي تعلمتها منذ نعومة أظفاري في أن تعبر لكم عن شكري ومحبتي، ومهما قلت وكررت في حقكم لن أوافيكم حقكم من الشكر والمديح، فقد أعدتم رسم البسمة والفرحة في قرية لم تجف دمعة قلوبهم على فراق أحبتهم في الفترة الماضية. أشكر الله في الدرجة الأولى على ما منحني من نعمة في خدمة جسده، أنا غير المستحق، وشكرا لكم أنتم من القلب إلى القلب يا من أتيتم من مختلف الأماكن لتشاركوني الشكر لله والفرح في بداية خدمتي في حقل الرب. وهنا اسمحوا لي أن أخص بالشكر لأشخاص كان لهم الفضل لما أنا عليه اليوم. أولاً أود أن أشكر المعهد الإكليريكي في بيت جالة الممثل بالكهنة، وعلى رأسهم قدس الأب جمال خضر رئيس المعهد الإكليريكي، والمرشد الأب حنا سالم الذي رافقني في السنوات السابقة، فقد كنتم وستبقون لي الأهل والإخوة، فمن خلالكم أشكر المعهد الذي سيبقى البيت الكبير الذي عشنا بين جدرانه مدة 14 عاما، فقد عشت فيه أكثر مما عشت مع أهلي وفي بيتي ولم أشعر بأي نقص أو حاجة. حينها تيقنت صدق من قال واختبر أن من ترك أبا أو أما من أجل اسمي نال 100 ضعف، فاليوم أخذت من عائلة البيتية لأكون مع عائلة الإكليريكية والكهنوتية. وهنا أبونا جمال وكهنة المعهد، أبونا حنة، أبونا سامر، أبونا عيسى. وهنا أذكر بالغياب الأب الرئيس السابق أبونا أديب الزعمط اللي ما قدر يحضر معنا الاحتفالات في الأردن. وهنا اسمحوا لي أن نستذكر معا كاهنا كان له الفضل في دخول المعهد، وهو المرحوم الأب فيصل حجازين رحمه الله، فهو صاحب الخطوة الأولى في ذهابي إلى المعهد، وكم كنت أود أن يكون معنا ويشاركنا فيما زرعت يداه قبل 14 عاما، لكن العناية الإلهية شاءت أن يشاركنا فرحنا بجانب الكاهن الأعظم يسوع المسيح. أبونا أكثم، أيها الأخ الكبير والإشبين العزيز، صحيح أني لم أعرفك منذ فترة طويلة، لكن خبرتي القصيرة معك أغنتني من النصائح والإرشادات، سواء أكان بمثالك أم بكلامك، فقد أرشدتني دائما أن أكون كاهنا مسامحا لجميع الناس دون أي تمييز أو تفرقة، وهذا ما سيجعلني أن أقف كل يوم أمام مرآة نفسي وأفحص ضميري لأسعى في الخير وخلاص النفوس. أتمنى لك يا أبونا كل التوفيق في رعيتك الجديدة ومهامك القضائية. أبونا فيتو، وهنا أطلب مساعدة المترجمين لا يصلوا الكلمة له، لأني معني شعبنا يسمع، ومن ثم أبونا. أبونا يا راعي رعيتي، أشكرك على كرمك وسخائك في العمل والتحضير لتظهر الرعية والاحتفال على أكمل وجه من الضيافة والجمال. علمتني يا أبونا أن المحبة والعطاء لا تعرف التعب ولا الكسل، وعلمتني الكثير بمثالك الذي اتفق عليه الكثيرين لكن عجزنا أن نقوله لك. تأكد وثق يا أبونا أنك حفرت اسمك وذكرك في قلوبنا بقلم محبتك وبساطتك. وأيضا أشكر الأب أيهم زيادين الذي فتح ديره وداره لاستقبالنا ولخروج الموكب من بيته، شكرا لك جزيلا يا أبونا.
وأشكر أيضا جميع فعاليات الشبيبة في الرعية على مساهمتهم في التحضير والعمل. أشكركم يا من تعبتم وربطتم الليل بالنهار من أجل أن يظهر هذا العرس الكهنوتي في أجمل صورة له. وهنا أوجه شكري إلى مجموعة من الجنود المجهولين على رأسهم الأخت الراهبة براندا حداد. التي غمرتني بعطائها وكرمها في العمل والتحضير ومتابعة كل التفاصيل. وثقي أنت أيضاً أيتها الراهبة أنك زرعت الحياة والحب والانتماء للكنيسة في قلوب الشابات والشباب. لك منا المحبة، وأعدك باسمي وباسم الشبيبة أن نصلي من أجلك أينما ذهبت في خدمة الرب. أبي وأمي وعائلتي، يابا، علمتنا الحياة أن يدا واحدة لا تفعل شيئا ولا حتى تصفق، وبالمثل الدارج إيد واحدة ما بتزقف. لكن اسمح لي أن أقول لك أمام كل الحضور أنك في يدك الواحدة فعلت ما عجز عنه من لهم يدان. في يدك الواحدة كنت تصلي وتعمل وتشقى وتتعب وتربي وتعلم، ولم تبخل علينا بأي شيء. حرمت نفسك من القليل لتوفر لنا الكثير. لم تشعرنا قط أنك عاجز أو صاحب نقص، بل على العكس تماما، صرنا نحن العاجزين في أن نرد أو نجازيك على تعبك. صحيح أن الظروف شاءت أن تحرم من يدك، فالرب أخذ منك يدك، لكنه أعطاك بدلا منها عزيمة وإرادة فاقت وسدت كل حاجتك، وأصبحت لنا المدرسة والمثال في الإرادة والإصرار. عندها تيقننا نحن أبناؤك أبناءك وتعلمنا الدرس الجديد في الحياة، أن العزيمة والإرادة تفعل ما تشاء حتى لو كانت يدا واحدة. أمي، أعلم أنك الأم البسيطة التي لا يتعدى همها سوى أني أكلت وشربت ولعبت وبصحة جيدة. وبالرغم من تعبك وألمك الصامت، لم تبخلي علينا بما استطعت لنكون على أفضل ما يكون. وما شكري وكلماتي أمام كل تعبكم علي، لكن أمام كل هذا الحضور شكرا لكما، فلولاكما لما أنا كاهن أمامكم أخدم هذا الحضور الكريم. إخوتي أسيل، إبراهيم، هلدة، هديل، فهد، يوسف، لكم شكرا لكم على دعمكم وصلاتكم. صحيح أني أخذت من بينكم، لكن خدمتي وكهنوتي من أجلكم ولخلاصكم. أصلي من أجلكم ليبارككم الله في حياتكم ويبارك أولادكم وعائلتكم. أشكر كل من دعمني في مسيرتي من قريب وصديق. أشكركم يا أبناء قريتي، أشكركم من خلال دعمكم وحضوركم اليوم، فحفاوة استقبالكم لهي علامة محبة وتشجيع لي أفتخر فيها من بعد الافتخار بصليب من خلصنا ودعانا إلى خدمته المقدسة. أشكر كل من بادر في العمل والترحيب من خلال اليافطات، فكرمكم هو دين علي أرده لكم في الخدمة والصلاة، ومحبتكم هي أيضا مسؤولية وأمانة في عنقي لأكون كاهنا مخلصا وأمينا لهذا الثوب والدعوة التي دعيت لها. عسى الله بنعمته وجهدي أن أكون راعيا صالحا لقطيعه وليس بأجير. أشكر أيضا مجموعة الكشاف دير الزرقاء الشمالي. أعلم
يا أبناء قريتي أن الفترة الماضية كانت صعبة عليكم بفقدان شبان من خيرة شبابنا، وأن الدمعة لم تجف من عيونكم والفرحة لم تجد لها مكانا في قلوبكم. إذا أعدكم بالصلاة كما وقد بدأنا بها اليوم من أجل أحزانكم وموتاكم ليمنحهم الله الراحة والسعادة، لكن أطلب منكم ألا تفقدوا الإيمان، فإيمانكم يمتحن بالشدائد، عندها إما أن تثمر بثباتك وإيمانك المتين كالصخر أو أن تنجرف كالرمل وراء العواطف والمشاعر. أخيرا أيها الحضور الكريم، نحن الكهنة بشر ضعفاء، نلتمس منكم الصلاة لأجلنا، لأجلكم نحن كهنة ومعكم نحن مؤمنين. لذا عندما نلتقي الديانة في اليوم الأخير سنحاسب ككهنة على تقصيرنا في رعيتنا وخلاص النفوس، لكن بالمقابل سيحاسبكم الله على تقصيركم في كاهن رعيتكم. طلبي منكم هو: أحبوا كهنتكم، صلوا من أجلهم، اغفروا واعذروا ضعفهم، فما نحن إلا خدم من أجلكم. وشكرا لكم من كل قلبي على محبتكم. لنصلي. اللهم ليضرم سر الحب هذا قلوبنا بمحبة مقدسة تجذبنا إلى المسيح دائما وتحملنا على أن نراه في إخوتنا بأجمعهم بالمسيح ربنا. آمين. احنوا رؤوسكم للبركة. يبارككم الرب ويحفظكم، ليضئ الرب بوجهه عليكم ويرحمكم، ليرفع الرب وجهه نحوكم ويمنحكم السلام. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.